بره هو البطاريه والموتور، دول ما فيش في مصر حد بيعملهم اصلا. هي اللعبه فيها زرار لقدام، زرار لورا، وزرار بسيط خالص يدوس عليه الطفل عشان اللعبه تمشي. لما جينا حتى الزرار ديت عشان نعملها، حتى جبنا اسهل حاجه بالنسبه لي للطفل الصغير، لان اللعبه بتخاطب من اول سن السنتين. فجبنا الزرار اللي هو لو الولد داس عليه ضغطه بسيطه، او لو طفل سنتين لا الضغطه البسيطه بتاعته ديت لا اللعبه هتمشي بالضغطه. اللعبه كلها متبطنه من جوه فايبر وسفنج، حتى الولاد ساعات بيحطوا راسهم على هنا على اللعبه، كل الكلام ده من جوه متبطن.